بتحب تتفرج على فيديوهات؟ اشحن اجدع كارت من وي واتفرج براحتك. عايزه لحظه او مشهد مش قادر تنساه من سريد دالي، حاجه مشهد بينك وبين الاستاذ. اول مشهد اول مشهد ده انا مش هنساه لغايه النهارده، مش هنساه طول حياتي طبعا. ليه؟ استاذ صلاح عبد الله صديق عزيز جدا، وانا كنت اعرفه كويس من قبل ما نبدا تصوير المسلسل. فاول ايام تصويري كانت مع استاذ صلاح عبد الله، فدخلت مثلت قدامه عادي يعني، لان انا اعرفه شخصيا، وما كنتش يعني حاسس هو بمثل اهو، حافظ ومذاكر طبعا كويس وكل حاجه، ورايح اقف قدام نجم كبير. سيبك بقى من الصداقه، صلاح عبد الله نجم كبير وليه اسمه ممثل يعني تقيل. فحافظ شغلي وبتاع، وقفت ومثلت، ففرحت قوي، خدت ثقه جامده جدا. ثالث يوم تصوير كان مشهد ما بيني وما بين استاذ نور، كان هو بيجي لي البيت ويقول لي كلمتين بالظبط. انت بقى الصحفي اللي اسمك ادهم فارس اللي قلب عليا الجرايد والمجلات، ده اللي بيقوله استاذ نور. وابدا انا بقى صفحتين ثلاثه بتكلم، صفحتين ثلاثه بتكلم، وانت رمز للفساد وكلام مجعلص وتقيل يعني. طبعا انا حافظ، بصي يعني زي ظهر ايدي كده، ما بهزرش يعني، لان استاذ نور لن يسمح ان يبقى في مجال للهزار. ودي حاجة أنا عايز أتكلم عليها كمان شوية، على مدرسة نور الشريف طبعا. فأنا ما ينفعش أروح مش حافظ، أو ما ينفعش أروح مش مذاكر، أو ما ينفعش أروح مش محضر، وخصوصا أن أنا بعمل حاجة بستمتع بيها. أصلا مش بذاكر فيزياء مثلا فأنا بكرهها، أنا بحبش الفيزياء، لا أنا بحب الحاجة دي فبذاكرها كويس وبحب يعني. وفجأة الأستاذ نور دخل أكشن، قال الكلمتين بتوعه اللي هما أنت بقى أدهم فارس اللي مش عارف عامل إيه إيه إيه، ومفروض انا بتاع اتكلم بقى. ها بصي انت في الكاميرا دي ولا في الكاميرا دي؟ في الكاميرا دي. بصي كده كده كده، وعرق بعرق وظهري في ثانيه، مع ان احنا في شتاء. يا عيني يا ابني، مش عارف اتكلم يا حبيبي. واستاذ نور ده شخصيا انا كنت قاعد معاه اول امبارح وبنعمل بروفات وبنتعشى، يعني مش خايف منه يعني، او مفيش رهبه مثلا. دارت الكاميرا. فايه فيروح هو كاحح. بصي برضه استاذ نور بقى. يروح هو كاحح. معانا اسف يا استاذ، نعيد. يا حبيب قلبي الله يرحمه. اروح انا ايه حضرتك سعد الدق وبقي يا رياب. يروح هو كاحح، انا اسف يا استاذ انا غلطت يا حبيبي. يتدارك، عايز يتدارك غلطي باي شكل، يجيبها فيه عشان ما حدش يتضايق منه. بالظبط كده. وانا عادي المخرج هيمشيني ويجيب حد تاني حالا طبعا، انا وجه جديد يعني. قلت له معلش يا استاذ نور، انا هسه اخش الحمام دقيقه واحده، هي دي واضح ان هي دي المشكله، ان انا مزنوق عايز اخش. تدخل الحمام طبعا مفيش حاجه عايز اعملها، انا جبت كل حاجه من العرق خلاص. انت خلصت اتعصرت. رحت داخل الحمام، غسلت وشي. الحمام اللي هو في اللوكيشن يعني، هو احنا بنصور في شقه في المقطم. فانا دخلت الحمام بتاع الشقه. ورحت ابص للمرايه كده. مالك يا ابني في ايه؟ ما تنشف يعني، ما فيش داعي للي انت بتعمله. وبدات اكلم مونولوج مع نفسي يا حبيبي، مونولوج لازم يبقى قصير جدا لان استاذ نور مستنيني بره. أيوة. يعني انت برضه الضغط مش سهل. ورحت طالع نفحه الهيه خلتني عملت المشهد كويس جدا. الله. بس ما اقدرش انسى اليوم ده. وبعد كده الاستاذ نور جه، بص الراجل ده كل ما هحكي لك حاجه هفتكر يعني حاجه عظيمه بعملها اندلس يعني، لا نهائي من الاخلاق والاحتضان والذوق وكل حاجه بصراحه. راح واخدنا عزمنا كلنا على العشاء. عمال بيسموها بريكنج ذا ايس، بيكسر التلج. شايف سبع عيال جديده خايفه منه وعاملين له هيبه، عايز يكسر ده عشان نطلع كويسين. تعالوا نعزمكم على العشاء، تعالوا مش عارف ايه. كان بيهتم لدرجه انه مثلا قابل مدرب تمثيل مصري عايش في امريكا. اول حاجه عملها ايه؟
لما قابله بالصدفة في المطار، كان الراجل رايح أمريكا، قال له ما تيجي أنا عندي 7 ولاد عايز أمرنهم. فالراجل فرح جدا وقال لك وأنا بحبك جدا يا أستاذ نور، وأنا يشرفني إن أنا أساعد الناس. وبعد كده بقى صاحبنا وصديقنا، اسمه فادي مبادر. وجي فتح هنا مركز تعليم في مصر للتمثيل وكده. وقعد الراجل يمرننا في بيت أستاذ نور. فالواحد اتعلم في مدرسة نور الشريف، المدرسة التي لن تتكرر يعني. اه والله ده شرف عظيم والله العظيم. حقيقي حقيقي يعني. طبعا وفايدة، وربنا افادكم جدا كلكم بالتجربة دي. واضح ان حضرتك ما تعرفنيش شكلك. انا ادهم فارس. انا اسف نسيت. لو كنت قلت لي انك ما تعرفش حكاية ايدي اليمين ما كنت صدقتك. لا اللي انا مندهش له بجد، حضرتك بتتكلم. فاتتني. بص بقى، في زلزال في الدراما حصل في المواطن اكس. زي ما تقول كانت ايه، ما هو انت كل 10 سنين مثلا تفضل تاخد منهج معين وتشوف الاعمال مش عارف ايه وتنقل من بعضها الاعمال تا 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 تا، ويبقى ده لون ومود الحقبه دي، ويقوم حد جاي يقول لا خلاص بقى حلو قوي احنا هنفنكش الفنكوش بقى. صح. ففعلا انتوا في المواطن اكس زلزال، 4 نجوم بيتقدموا وفعلا اتطرحوا 4 نجوم مالوا السوق بعد كده، عاش عليهم السوق لحد النهارده. التجربه دي بقى، انت جاي نجم، الحاله ايه بقى عند يوسف الشريف ومغني وكده؟ لا يوسف وكرارة. الشريف وكرارة ومغني كانوا سابقني انا كمان بكتير. يعني اثناء ما انا بعمل المواطن اكس انا كنت عامل الدالي، وكنت عامل المسلسلين اللي عملتهم مع حنان ترك. فدول بغض النظر بقى مين كان مكانه فين، احنا ما كناش داخلين اللعبه دي كده خالص. لعبه المواطن اكس دي لعبه جميله استمتعنا بيها كلنا. مش بس الشباب الولاد يعني، لا والبنات كمان، كانت شيري عادل واروى جوده وناس كتير جدا كانوا موجودين. ورشا مهدي ومحمد فراج ونبيل عيسى، ويعني كان كاست كبير جدا. شله كبيره. فالمسلسل ده احنا دخلنا نلعب وننبسط، واللعب والانبساط والمتعه دي ظهرت على الشاشه طبعا. كلمه لعب وانبساط عشان بس ما تترجمش غلط. مش لعب وانبساط يعني بنروح نهزر. احنا مذاكرين وحافظين وعاملين شغلنا كويس. وبنروح بنستمتع بالشغل. فبيطلع بشكل كويس. والحقيقه المسلسل ده كان ليه ظروف صعبه جدا. المسلسل ده احنا كنا بنجهز له، وكانت المسؤوله عن انتاجه دينا كريم. ودينا كريم قالت انا هعمل المسلسل ده وانا متحمسه ليه جدا وما الى ذلك، يلا بينا. رحنا مضينا كلنا، كل الاسماء مضت. حصلت الثوره، بعد الثوره مباشره خلاص مفيش اعمال وكله خايف. فجت دينا كريم الحقيقه، وانا بشهد لها ان هي كان ليها موقف قوي جدا، قالت يا جماعه انا مش هوقف المسلسل. انا عايز اشتغل المسلسل ده، وانا مؤمنه ان هو مسلسل هينجح. ومؤمنه ان عجله الانتاج والشغل هتحصل وكل حاجه هترجع زي ما كان. بس كل واحد فيكم ينزل لي من اجره، وعشان الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها دي هتبقى كتير. فير شيء فير انف فير انف. انا قلت لها انا اول واحد معاكي، شوفي انت عايز تعملي ايه في الفلوس، انا عايز اعمل المسلسل ده ومؤمن بيه جدا. ومش انا بس، كل الناس وافقت على موضوع الاجور ده وتخفيض الاجور وما الى ذلك. ونزل المسلسل. كان الحل الوحيد. طبعا طبعا كان الحل الوحيد. ونزل المسلسل وحقق نجاح كبير الحمد لله. وكان نقله زي ما انت بتقولي بالظبط. كان نقله خلت مسلسلات تانية كتير بعد كده، حاجات احنا انا عملتها وغيري عملها، تاخد المنطلق ده. إكس كان مجرد رقم في السجلات، لكنه موته الغريب عمل من حياته قصة وحدودة. أي مصيبة تحصل لك دور على المستفيد منها، وإحنا دلوقتي في مصيبة، فعايزين نعرف مين المستفيد؟ مين؟ مين اللي قتله؟ وليه؟ وإزاي ده حصل؟ وليه يحصل يا جماعة؟ ألو؟ مين يا فندم؟ أيوة أنا والدته. انت بتقول ايه؟ مسلسل المواطن اكس كان تجربة مهمة في زمانها. مش يمكن اكس ده كان اسطورة وبس؟ تجربة فتحت باب جديد لدراما التلفزيون. لسه بنحب، لسه بنعيد، لسه عايشين، لسه عندنا مبادئ. باب خرج منه نجوم كتير شالوا مسلسلات على كتافهم بعد كده. اكس 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 المواطن المصري اكس.
طب انتوا تتلموا تاني انتوا الاربعه في مسلسل دلوقتي؟ نتلم. انا ما عنديش مانع وما عنديش مشكله، وهم كمان ما افتكرش ان عندهم مانع، بس هو الكونسبت دلوقتي بتاع التلفزيون يعني هيبقى صعب ان يبقى في يعني اللمه دي، اعتقد ان هي تبقى احلى في السينما. ما انت عملت كده في السينما، بس هو فعلا لو جه عمل كبير قوي يعني عمل يستاهل انه كل اسم فيه يكون ستار لوحده بيلعب لوحده، تاريخي بتاع حاجه بقى كده يعني، تيقل تلمكوا تاني والله ممكن ليه لا. بالعكس دي تبقى حاجه خطوه حلوه، هو يبقى غالي قوي بس يعني هو يبقى غالي قوي. معلش بقى معلش لازم يبقى غالي. بعد المواطن اكس طرف تالت، طرف تالت وعملت البلوه التانيه نيران صديقه، نيران صديقه بعد طرف تالت. طرف تالت كنا احنا التلاته، كنت انا ومغني وامير كراره والمسلسل نجح جدا. بعديها على طول مغني عمل بطوله وامير عمل بطوله. انا ما عملتش بطوله. انا عملت بطوله جماعيه اللي هو نيران صديقه. الله يكون في عونكم والله، صعبانين عليا. صعبانين عليك انت عشان ما تفهمش في الحاجات دي خالص. احسن يا عم خليني كده مش فاهم. اللي انا فاهمه حاجه واحده، ان الدنيا دي عامله زي الكرباج، ولو فضلت اسبل لها واتنحنح لها زي ما انتوا بتعملوا كده هتروح لسعاني على ظهري وتعلم عليا، وانا ظهري خلاص مش ناقص عليا. ثلاث شباب جمعهم القدر وفرقتهم الطرق. ما بين رافض لحياته وباحث عن فرصة، وبين واحد بيدور على مهنة. يبقى نقصر بقى ولا هرفضيك. تعالي يا أما بيقولك سبتوها يا أما. ماما دي هناك يا أمي. يمكن اللي جمعهم سوا حب الحياة، واحتمال اللي فرقهم طرفهم. حياة من غيرك صعبة على فكرة. طول ما هنشوف من الدنيا أسوأ، كل ما هتشوف مننا غباوة. أنا حاسس إن أنا ابن حرام. طرف تالت عارفينه بس نكرين وجوده، حاسين بتأثيره بس رافضين سيطرته، واللي يكسب في النهاية اللي هيفضل مصمم إنه يكمل رحلته، واللي هيقع يبقى الطرف التالت هو اللي وقعه. لما جالي المسلسل في أيام طرف أيام ما كنت بصور طرف تالت، ما تعرضش عليا الدور ده، اتعرض عليا دور تاني في نيران، ولا في نيران صديقة. في نيران صديقة تعرض عليا دور تاني، تقريبا كان اتعرض عليا دور اللي عمله ظافر عابدين. انا لما قريت السكريبت حبيت الشخصيه بتاعت طارق اللي هي الشيخ المودرن ده، وعنده ابس اند داونز وعنده لعب كده كتير. فقلت له للبروديوسر او المنتج اللي كان مسؤول عن العمل، قلت له بقول لك انا عاجبني طارق. قال لي بس اصل طارق المخرج متفق على حد تاني. قلت له خلاص نصيبه يعني انا ما تمام، بس انا مش هقدر اعمله. وعملت طرف تالت. هما ما عملوش المسلسل وتأجل للسنه اللي بعديها بمخرج جديد بمنتج جديد بناس جديده بكل حاجه جديده. فكلموني على الدور اللي انا كنت عايزه وعملته. اتواز بيوت، كان حلو قوي المسلسل ده قوي، فلتر اخر برضه طبعا، وكان مختلف تماما. وكان فكره التجميع اللي انت بتتكلمي عليه يعني بعديها ظافر عمل كمان نطة حلوة جدا وقفزة حلوة جدا، وكانت كندا وكانت رانيا يوسف وكانت طبعا منة وصبري وسلوى خطاب وسلوى خطاب ومحمد ممدوح ويعني كاست كان كبير قوي. بقولكوا ايه، تفتكروا ممكن يجي علينا يوم ننسى بعض؟ وايه اللي ممكن يخلينا ننسى بعض يا طارق واحنا مع بعض في نفس الجامعة؟ طب ما مدحت اهو متخرج بقاله سنتين تلاتة ولسه معانا، ورأفت أكبر مننا بحبة حلوين ومش ناسينا. بس أنا مش بتكلم على دلوقتي يا أمير، أنا بتكلم على بعدين. سيدي خلي بعدين لبعدين، وبعدين غيروا لنا بقى الأغنية دي عشان واضح كده إن طارق مزاجه النهاردة اكتئاب. أنا هقوم أغيرها. أغني لك عشان تفرفش؟ الحاجات دي ما بتحسش إنها بطولة جماعية. ما بتحسش بكده. يعني من كتر ما الشخصيات معموله حلو قوي والموضوع حلو قوي ما بتحسش ان انت بتفرج، انت بتحس انك بتتفرج على بطولات منفرده مطلقه جوه عمل واحد، بس هو مش بطوله جماعيه يعني. ما اعرفش انا بشوفه كده. بصي هو كل واحد بيتالق قوي. في مقوله بتقول ما فيش دور كبير ولا دور صغير، في ممثل كبير وممثل صغير. فالنهارده لما
انت يبقى عندك دور حلو وتقدري تعملي فيه حاجه حلوه حتى لو كان الدور صغير هتعلمي اكيد. وده حاجه شفناها كتير يعني طبعا. سواء في السينما بتاعتنا او في التلفزيون عندنا او بره دور صغير او دور ثانوي لكن الممثل يعمله باتقان تلاقيه خده وراح بيه حته ثانيه خالص. صحيح. بعده جه جراند اوتيل. لا بعد نيران صديقه كان في مسلسل انا بحبه بقى جدا اسمه عد تنازلي. ايوه صح عد تنازلي. كان اول مره اخراج لحسين المنباوي وكنت انا وكندا وطارق لطفي. ايوه والمسلسل ده يعني حلو قوي المسلسل ده. تامر ابراهيم هو اللي كان كاتبه. ايوه صحيح. وكان كاتبه كمان يعني كان مفاجاه ساعتها. كان يخض الراجل كلمني تامر ابراهيم ما كنتش اعرفه واحنا مش صحاب يعني ساعتها كلمني قال لي انا بص انا عندي واحد بيموت في اول حلقه بيتشنق وبعدين بيرجع شكرا. تاني فشدني طبعا تعالى وريني فقرينا لا حاجه مسلسل كان رائع يعني وشوف حمد. منه طارق عمل ايه بقى خرج طارق ما شاء الله أبدع بعديه بقى على طول أبدع. بعد البدايه اللي هو المسلسل بتاعه البطوله ونجح جدا وما شاء الله مكمل يعني انا بحبك زي ما انت بتحبيني انا بكرهك وبكره كل يوم حبيتك فيه انا عايز اسافر ومش عايز اشوف وشك تاني تعالي هنا انت مش هتسافري انت مش هتروحي اي حته فاهمه وهتمنعني ازاي هتموتني ما انا قدامك اهو اقتلني وخلص عليا اقتلني وريحني ما اقدرش اقتلك عشان انا بحبك